تستطيع أن تستغني عن كلا الطرفين، قيادة وقوة فاعلة. القوة الفاعلة اللي على الأرض مين؟ هي الشباب. بخش أي مشروع بلاقي المدير التنفيذي القائم عليه أحد ولادنا المهندسين الشباب، 27 سنة 28 سنة، واللي بيحطط المخطط الكبير ورسم مجموعة من الخبراء اللي لهم خبرة طويلة في إن المشروع يطلع متكامل إزاي. إنما اللي قائم على التنفيذ مين؟ الشباب، لأن الشباب عامل زي القوة اللي بتدفع للأمام، العجلات اللي ممكن تسير بالسيارة، إنما لها نقط بتتحكم فيها، هي دي القيادة. وعشان كده إشراك الشباب ضروري في كل المجالات. لازم تعرفوا نقطة، اللي مشكلكم فعالة، محدش هيغير القرية اللي انت قاعد فيها والشارع اللي انت قاعد فيه غيرك، لانك انت لو بورت كويس هتلاقي انت اللي بتغير بيتكم من جوه. صح، والدك هو اللي بياخد القرار، لكن مين اللي جاب الافكار؟ مين اللي طلب التطوير؟ مين هو اللي نزل جاب وشال وعمل؟ هو الابن اللي قام نزل عمل كل ده. عايز كل واحد منكم يبقى قوة للتغيير في المنطقة اللي هو فيها ومحيطه الأسري والمجتمعي للتغيير.